أطلق محافظ شمال سيناء خالد مجاور إشارة بدء سباق الهجن التنشيطي في مضمار نادي الهجن الرياضي بالكيلو 17 غرب مدينة العريش. أكد المحافظ أن سباقات الهجن تعمل على الرواج السياحي لمحافظة شمال سيناء، إلى جانب الرواج الاقتصادي للأدوات الخاصة بالرياضة والمنتجات السينوية وتوفير فرص عمل للشباب. كما أشار المحافظ إلى أن السباق التنشيطي يضم 24 شوطا بمشاركة عدد من ملاك الإبل من مختلف القبائل البدوية. عشرات الوطنية والانتماء